يا أيها الإخوة، طريق الدعوات محفوف بالمكاره، مليء بالمخاطر، سجون وقتل وتشريد ونفي. فمن أراد أن يحمل مبدأ أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه، ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها، فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين، بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه.